المهم انا واحد مسكينة ديال الحي الورده اللي فهاد اللي كيقطن فهاد المنزل هذا. المهم الحمد لله قاس داكشي هو هذاك مزيان، كان داكشي بحبيه وعوضونا يعني تعويض يعني اللي ما ضيعوناش الحمد لله، فداكشي كان في مستوى وزولوا الدار باش يتوسع الشارع ويجبروا فين يدوزوا الواد الحار. والحمد لله في الاول كان شويه تخوف وداكشي، من بعد صافي كان داكشي معوض مزيان، كان داكشي في مستوى. و وكنشكر رجال السلطه كاملين من ضمنهم السي الرئيس المريني والسي السي القائد السي اشراف والسي المالكي الباشا ديال الحي ديالنا وديال البني ماك هذا، وكنشكر السي الابراهيمي والسيد الوالي والكاتب العام ديالو. كان داكشي يعني مزيان صراحه في مستوى، وكانت المواساه يعني من طرفهم صراحه وبقينا فيهم، وكان داكشي يعني مزيان صافي الحمد لله، كان داكشي في مستوى صراحه. معكم عبد العزيز الجوزي، فرد من الاسر اللي كانت ساكنه في هذا المنزل. بالنسبه للهدم صراحه كانت واحد المفاوضه، بقات واحد المده طويله مع السلطات، تفاوضنا معاهم صراحه كان داكشي بتراضي، رضينا على كل شيء، وكانت موافقه ديال الاسر اللي كان ساكنه كامله في هذا الدار، وكانت موافقه حتى على حساب الناس اللي كانوا خدامين لتحت اللي كانوا تمايا محالات ديال الخدمه. بالنسبه للسلطات كنشكروا السيد الوالي، كنشكروا القائد ديالنا السي اشرف، السي محمد المريني، المهم كنشكر السلطات كامله، السي الباشا حتى هو الحمد لله كان هادشي بتراضي، وحنايا موافقين واخا ما سخيناش بالحومه ديالنا، المهم المصلحه العامه هي كتسبق كلشي. وشكرا.